السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نكمل في موضوعنا البرمجة. في المحاضرات السابقة تكلمنا عن الإكسبشن هاندلينج، تكلمنا كيف إحنا ممكن نتعامل مع الإكسبشنز، أيضا تكلمنا كيف إحنا ممكن اللي هو نعمل إكستنشن للكلاسز تاعت الإكسبشن هاندلينج. اليوم حنتكلم عن اللي هو الفايل كلاس. بالنسبة للفايل كلاس يمكننا من التعامل مع معظم تعقيدات الملفات وأسماء المسارات اللي بتعتمد على اللي هي الماشين أو الآلة اللي احنا بنتعامل معها بطريقة مستقلة عن الآلة. إيش يعني الكلام هذا؟ يعني يمكننا نتعامل مع الملفات والمسارات بغض النظر عن طبيعة اللي هو خصائص الجهاز اللي بنتعامل معه. طبعا هاي تعتبر كتير مهمة بحيث أنها بتمكنني أن أنا أعمل أو أتعامل أو أعمل برامج. هالبرامج تعتبر بورتابل بيسموها، يعني ممكن تشتغل على أي جهاز بغض النظر عن طبيعة الجهاز الموجود عندي. الفايل كلاس بيعتبر رابط كلاس للفايل نيم والدايركتوري باث. من خلال ما تبقى من الشابتر اللي معانا هنتعامل مع اللي هو الفايل كلاس. طبعا لما نتكلم احنا عن الفايل كلاس معناها نتكلم عن معلومات لها علاقه بالفايل والدايركتوريز. ممكن انا اعمل عمليه ديليت او رينيم للفايل او الدايركتوريز، ايضا كيف ممكن انا اوجد دايركتوريز معينه. يعني الفايل كلاس هيكون بيحتوي على مجموعه من الميثودز. هذه الميثودز بتمكنني ان اتعامل مع اللي هو الاسم اسماء الملفات او الدايركتوريز والخصائص تاعتهم بشكل عام وعمليه اللي هو تنظيمهم. لكن ما فيش عندي انا في الفايل كلاس ميثودز بتمكنني ان انا اقرا المحتوى تاع الملف او ان انا اكتب على الملف. بدايه الفايل نيم في الجافا بيعتبر كسترينج. على اساس بس احنا نفهم ايش موضوع اللي هو الفايل نيم، بهمنا ان نميز بين شغلتين. في شغله بنسميها احنا الابسوليوت فايل نيم. طبعا الابسوليوت فايل نيم هو عباره عن الفول نيم، معناته احنا حيكون عندنا في هذه الحاله المسار اي للدرايف اللي بيكون موجود في الملف، ايضا الدايركتوري والسب دايركتوريز اللي بيكون فيها موجود فيها الملف، الى كمان بالاضافه لاسم الملف. هذا بشكل كامل بنسميه عباره عن الفول نيم او الابسوليوت نيم. يعني مثلا في نظام الويندوز حيكون عندي الامر بالشكل هذا. في عندي هاي الدرايف سي مثلا، الدايركتوري بوك، اسم الملف اللي هو ويلكم دوت جافا، فهذا كله بنسميه عباره عن الابسوليوت فايل نيم. في اليونكس سيستم بيكون بالشكل هذا عادة. ننتبه لموضوع اللي هو الباك سلاش والفورورد اللي هو سلاش اللي تستخدم في التو سيستمز. في عنا اللي هو الريليتيف فايل نيم. الريليتيف فايل نيم هو بيعطيني اسم الملف بالنسبة للدايركتوري اللي احنا موجودين فيه عادة، فهذا بنسميه طبعا الريليتيف فايل نيم. عادة ما فيش عندي بيكون الاسم كامل، يعني ربما المسار كله ما اتعاملش معه، يعني ما فيش داعي اني ربما اكتب اسم الدرايف او ربما السب دايركتوريز. فمثلا لو كنت انا الان موجود في الدايركتوري تاع البوك، فمعناته اللي هو ريليتيف نيم بالنسبه لنا حيكون الملف لو ويلكم دوت جافا فقط. يعني في الحاله هذه اذا كنت انا موجود في شغلي بشتغل على اللي هو في داخل الدايركتوري اللي اسمه بوك، معناته اسم الملف عندي حيكون ويلكم دوت جافا. لكن هذا طبعا في الحاله دي بنسميه ريليتيف، لانه هذا الاسم بالنسبه للموقع اللي انا موجود فيه حاليا اللي هو ايه البوك. لكن الابسوليوت نيم بكون هو عباره عن الفول نيم. هذا الفرق بين اللي هو الاثنين الشغلتين اللي هو الابسوليوت فايل نيم والريليتيف فايل نيم. زي ما احنا شايفين هنا الـ UML diagram للفايل كلاس، في عنا اللي هو 3 constructors. بالنسبة للconstructor الأول زي ما احنا شايفين بياخد اللي هو الباث نيم كسترينج. طبعا في الحالة هذه بيوجد فايل اوبجكت لباث محدد. طبعا الباث نيم ممكن يكون عبارة عن اسم لدايركتوري أو لفايل. في عنا الconstructor الثاني بياخد اللي هو الparent كسترينج والchild أيضا كسترينج. طبعا في الحالة هذه بيوجد اللي هو للchild تحت اللي هو الparent. طبعا الchild ممكن يكون عبارة عن file name أو sub directory، لكن طبعا الparent بيكون عبارة عن directory. هنا نفس الconstructor السابق، لكن
البيرنت في الحالة هذه يعتبر اللي هو أوبجكت من نوعية اللي هو الفايل. طبعا هنا في مجموعة من الميثودز اللي هو exist can read، يعني ممكن نقرأ، can write، is directory، is file، is absolute، is hidden. طبعا لها علاقة الخصائص هذه طبعا ربما من خلال تعاملنا مع نظام الويندوز أو غيره بنعرف إنه الملفات أو الدايركتوز ممكن تكون مخفية، ممكن تكون تقدر تكتب عليها، تقدر تقرأ منها. ففي عنا هنا مجموعة اللي هو ميثودز، في البعض منها هنا لو لاحظنا make directory بتخلينا أنا أوجد directory، هنا بتعمل rename، هنا بتعمل delete، هنا بتعمل list للفايلز، يعني عبارة عن مجموعة بتمكنني أن أنا أعرض وأشوف اللي هو الملفات الموجودة أو الدايركتوريز الموجودة في اللي هو مكان معين في داخل هارد ديسك عندي. في عنا هنا مثال بسيط على الموضوع هذا، حنشوف كيف احنا ممكن نكتب برنامج نستخدم اللي هو الفايل بروبرتيز بحيث انه نعرضها ونشوفها. يعني حيكون الاوتبوت شغله بالشكل هذا، يعني حنشوف لما نشغل الملف اللي عندنا هيعطيني معلومات عن ملف، هل هو موجود مش موجود او ما شابه ذلك. طبعا هنا زي ما ذكرنا انه الفايل كلاس بيمكنني ان انا اكتب اللي هو سيستم اندبندنت بروجرامز، فلذلك حنشوف كيف ممكن يعطيني الاوتبوت من خلال ويندوز او يونكس سيستم. هاي البرنامج عندي زي ما احنا شايفين اوجدنا الفايل عباره عن ريفرنس لاوبجكت، هذا الاوبجكت طبعا اوجدناه من خلال اللي هو الكونستراكتور، اعطينا هنا اللي هو اسم اللي هو الملف us.gif، طبعا موجود في الدايركتوري اسمه image. زي ما انتم شايفين هنا احنا استخدمنا السترينج كاللي هو الانبوت ارجومنت للكونستراكتور. فالان ممكن انا استخدم طبعا اللي هو الميثودز الموجودة عندي من خلال اللي هو الريفرنس او الاوبجكت فايل. exist طبعا هتقولي موجود مش موجود، اللينث هتعطيني اللي هو طول قديش اللي هو السايز للملف بالبايتس، كان ريد ممكن انك تقرا او كان رايت ممكن تكتب عليه، هل هو دايركتوري، هل هو فايل، از ابسوليوت، از هيدن، كل هذه طبعا. ايضا هنا جيت ابسوليوت باث، يعني هتعطيك اللي هو المسار كامل او وين موجود بالضبط. وهنا اللي هو طبعا هنا استخدمنا اللي هو الديت بحيث ان نطلع اللي هو last modified، يعني التاريخ اللي اخر مره صار فيها تعديل على اللي هو الملف نفسه. طبعا هاي المعلومات او هذه الميثود كلها زي ما قلنا موجوده في اللي هو الكلاس اللي تو ذكرناه، ممكن يعني نرجعها من هنا. فكلها ميثودز موجوده ممكن تجرب كل الميثودز الموجوده عندي هنا من خلال الملف، يعني تزيد على الملف هذا بقيه الميثودز الموجوده وتشوف الاوتبوت. فالاوتبوت حيكون عندنا بالشكل هذا. بالنسبه للويندوز لو تعاملنا معه، لو كتبنا طبعا جافا تيست فايل كلاس، طبعا الملف موجود السايز تبعه، ممكن انا اقراه، ممكن انا اكتب عليه، هو مش دايركتوري، شايفين كتبنا فولس، هو عباره عن فايل صحيح. ابسوليوت طبعا مش صحيح لانه الاسم عندنا كان، لو لاحظتوا احنا في نظام الويندوز ما الاسم كان هو عباره عن ريليتيف، مش ابسوليوت، لان لو كان ابسوليوت معناته لو كنت حددت في الدرايف الموجود فيه وما شابه ذلك. فيعتبر عندي طبعا العنوان او السترينج اللي حددنا من خلاله اسم الملف لا يعتبر ابسوليوت. هيدن طبعا من خصائص الملف انه مش هيدن. الابسوليوت باث اعطاني اياه وين موجود بكامل. بعدين لاست موديفيكيشن له اعطاني اياها كتاريخ. طبعا هاي المعلومات انت ممكن تجربها على اي ملف في اي مكان، لو انت حددت له اللي هو الباث مع اسم الملف اللي بدك اياه. هذا الاوتبوت ممكن تحصله من خلال اللي هو اليونيكس سيستم. طبعا لاحظوا انه يمكن الاوتبوت تقريبا يعني بنفس المعطيات اللي ذكرناها سابقا. نتكلم الان عن اللي هو التكست انبوت اوتبوت. اذا الفايل كلاس زي ما ذكرنا بيمكنني ان انا اخذ معلومات، اشوف الخصائص تاعت الدايركتوريز او تاعت الملفات الموجوده عندي، لكن زي ما ذكرنا هو بيمكننيش ان انا اكتب او ان انا اقرا المعلومات الموجوده في داخل الملف.
عساس أعمل الأمر هذا، بداية لازم إحنا نميز بين أنواع الملفات، بحيث أنه لما بدي أكتب أو بدي أقرأ من الملف لازم أكون بعرف إيش طبيعة الملف اللي أنا بتعامل معه. الجزئية اللي حتحدث عنها الآن تتحدث فقط عن التكست فايل، يعني الملفات إذا تستخدم مع الإديتور اللي أنتم بتستخدموه لكتابة مثلا برامج الجافا زي تاعت النوت باد أو الاي دي اي اللي بنستخدمه كانت بينز أو ما شابه ذلك. إذا إحنا الآن نتكلم عن اللي هو التكست انبوت اوتبوت، كيف ممكن أنا أوجد ملف أكتب الداتا على الملف هذا، أو كيف ممكن أنا يكون في عندي ملف أقرأ الداتا منه. طبعا هذا الأمر كتير مهم، لأنه إحنا لو لاحظنا من بداية ما بدينا نتعلم البرمجة أي إنبوت من دخله على البرنامج بمجرد أنه ينتهي تنفيذ البرنامج الإنبوت هذا بينتهي مع انتهاء البرنامج، والأوتبوت كمان بينتهي مع اللي هو انتهاء البرنامج. فإحنا لو حبينا أنه نظل محتفظين في الإنبوت داتا بحيث ما نظلناش نكرر عملية إدخالها، فممكن نخلي البرنامج يقرأ الإنبوت من الملف، يعني نحط الداتا تاعت الانبوت موجودة في ملف والبرنامج نفسه بيقوم بعملية قراءتها. أيضا الاوتبوت اللي بيطلع عندي يكون نشوفه على الشاشة، طبعا بيطلع عندي على الشاشة وبعد هيك بيختفي، ممكن أنا أخزنه في داخل ملف، بحيث أنه لو كنت أنا عايز أشوف الاوتبوت تاع البرنامج اللي عندي ما فيش داعي أن أنا أعمل رن للبرنامج مرة تانية، وإنما بأفتح الملف تاع الاوتبوت. هذه الجزئية اللي احنا هنتكلم عنها في السكشن الموجود معنا حاليا، لكن نتذكر نتكلم عن اللي هو التكست فايلز. في عنا اللي هو الباينري فايلز، هذا موضوع تاني هنتكلم عنه من خلال شابتر 17. طبعا عشان احنا نعمل الامر هذا بيلزمني ان انا اوجد اوبجكتس، هذه الاوبجكت حوجدها باستخدام اللي هو الانبوت اوتبوت كلاسز، بعد ذلك حنستخدم اللي هو الميثودز لعمليه اللي هو القراءه او الكتابه من او الى اللي هو الملف اللي انا عايز اتعامل معه. من خلال السكشن هذا حنتعامل مع تو كلاسز، الكلاس الاول هو سكانر والكلاس الثاني طبعا لبريمت رايتر. بالنسبه للسكانر حيستخدم للقراءه، قراءه الداتا من الملف، والبرنت رايتر حيستخدم لكتابه الداتا على الملف. طبعا السكانر احنا يمكن استخدمناه قبل هيك لما كنا نقرا الداتا من اللي هو الكيبورد، نفس الفكره حنستخدمها، ولكن بدل ما نقرأ الداتا من الكيبورد حنقرأها من خلال الملف. وهنا نفس الفكرة كنا نستخدم البرنت ميثود إذا فاكرين. طبعا البرنت ميثود بتمكنني أن أنا أكتب اللي هو الداتا الموجودة في الميموري على الشاشة أو أطلعها على الشاشة، فحستخدمها هي نفسها الميثودز هذه، ولكن بدل ما أنه نكتب الداتا على اللي هو على الشاشة حنكتبها في داخل الملف. خلينا نشوف كيف الأمر هذا بيتم. بداية حنتكلم عن اللي هو البرنت رايتر. طبعا البرنت رايتر زي ما احنا شايفين use to create a file and write data to a text file، يعني هذا الغرض الأساسي انه بوجود الملف وبمكنني ان اكتب داتا على اللي هو الملف، وطبعا هذا الملف من نوعية text. هاي الـ UML diagram بتاعت اللي هو البرنت رايتر كلاس، زي ما احنا شايفين في عنا اللي هو الكونستراكتور، في عنا البرنت رايتر بياخد كارجومنت فايل، ممكن ياخد يعني هنا اللي هو فايل اوبجكت من اللي هو الفايل كلاس اللي عرفناه قبل شويه، ايضا ممكن ياخد كونستراكتور تاني هنا ممكن ياخد اللي هو الفايل نيم اللي هو عباره عن السترينج. بعد ذلك في عندي اللي هي مجموعه من الميثودز او الاوفرلود ميثودز البرنت، شايفينها هنا برنت، هاي بتكتب string للملف، وهذه بتكتب اللي هو character اللي هو الملف، هاي بتكتب اللي هو array of characters، هاي بتكتب اللي هو integer، وهي long، وهي float، وهي double، وهي البوليان. اذا في عندي مجموعة الميثودز هذه، طبعا هذه الميثود زي ما احنا شايفين بتكتب لي داتا على الملف. في عندنا نفس الميثودز هذه باستخدام اللي هو print line نفس النوعية يعني، أيضا في عنا اللي هو البرنت اف، طبعا البرنت والبرنت لاين والبرنت اف احنا مرينا عليهم. طبعا البرنت اف للتذكير اللي هي الفورماتد كونسول اوتبوت، فاحنا ممكن نستخدمها أيضا
من خلال اللي هو الكتابة على الملف. والبرنت لاين إذا فاكرين تتعامل مع اللي هو بتخلي الكورسر أو المؤشر ينزل يكتب على السطر الثاني، فنفس الفكرة هنا ممكن تستخدم. إذا باستخدام الميثودز هذه أنا كأني قاعد بكتب على الشاشة، كيف أنا كنت بدي الداتا تطلع على الشاشة أنا بكتبها بنفس الطريقة، ولكن بدل ما تطلع على الشاشة بتتخزن في داخل الملف. خلينا نشوف كيف إحنا ممكن نعمل الأمر هذا. إذا زي ما إحنا شايفين هنا في عندي اللي هو برنامج، هذا البرنامج بيمكنني إن أنا أكتب داتا على ملف. بداية هاي من خلال المين ميثود أنا أوجدت اللي هو الفايل أوبجكت. طبعا هنا ربط اللي هو الفايل اوبجكت مع اسم ملف اسمه scores.txt. الان انا فقط فحصت انه هاي الفايل موجود او مش موجود. طبعا اذا كان الفايل موجود يعني في عندي ملف اسمه scores.txt، فانا في الحالة هذه اعطيت رسالة انه file already exists وبعدين طلعت من البرنامج. ليش الأمر هذا إحنا عملناه عملية الفحص؟ لأنه أنا لما بدي أجي أوجد اللي هو عملية creation للفايل باستخدام البرنت رايتر، زي ما أنتم شايفين هنا أنا أوجدت object كreference حيكون لفايل. طبعا باستخدام البرنت رايتر لما استدعي عن الكونستراكتور البرنت رايتر إذا كان الفايل هذا موجود وفي داتا، فباستدعائه مرة تانية من خلال برنت رايتر بلغي كل المعلومات الموجودة فيه. لذلك أنا حابب أتأكد قبل ما أني أنا أبدأ أكتب داتا على الملف هذا اللي هو scores.txt، نتأكد أن الملف هذا عبارة عن ملف جديد يعني خاص بي أنا. أما لو كان موجود الملف فمن خلال عملية الفحص هذه فأنا بطلع وما بكملش البرنامج. لو ما عملتش عملية الفحص هذه اللي هي الاف فايل اكزيست، طبعا اللي حيشتغل البرنامج ما فيش فيه مشكلة، لكن تذكر اذا كان الملف هذا كان عندك موجود في الاساس المعلومات الموجودة فيه بمجرد تنفيذ الستيتمنت هذه اللي عندي حتلتغى كل المعلومات اللي فيه وحيوجد عندك ملف جديد فاضي ما فيش فيه اي داتا. المهم اذا احنا نفترض الان انه الملف مش موجود، فأنا بأوجد الملف هذا الآن، أوجدته عن طريق اللي هو الكونستراكتور برنت رايتر وأعطيته الاسم scores.txt عن طريق اللي هو الفايل أوبجكت. بعد ذلك أنا بستخدم اللي هو البرنت ميثود زي ما احنا شايفين هنا مع اللي هو الأوبجكت اللي هو الأوتبوت، وطبعت وبكتب الداتا هذه في داخل الملف. كيف هذه كيف حكايه حتنطبع عندي على الشاشه؟ حتنكتب في داخل اللي هو الملف. طبعا نرجع مره ثانيه بنذكر مع التنفيذ الجمله هذه اصبح في عندي ملف موجود، هذا الملف اسمه scores.txt. الان ممكن انا ابدا اكتب داتا على الملف، يعني اصبح الملف عندي مفتوح، في عندي مؤشر في داخل الملف، الان المؤشر بيكون موجود على بدايه الملف. فانا إذا لما استخدمت اللي هو البرنت ميثود حيطبع لي جون فراغ تي فراغ سميث، بعدين في هنا عندي فراغ كل ما حيكون ما بين علامات التنصيص كيف المفروض كان يظهر عندي على الشاشة، أنا الآن حينكتب هذا في داخل الملف. كمثال هاي هنا لو فرضنا أنه ملف موجود عندي حينكتب بالشكل هذا، يعني بعد انتهاء الجملة هذه بعد حيكون عندي المؤشر وقف عند النقطة هذه. بعد ذلك قلنا له برنت لاين هنا 90، فهو حيكمل حيطبع لي 90، لكن احنا قلنا برنت لاين فحينزل المؤشر على السطر الثاني، فبرنت حيطبع لي اللي هو الإريك جونز. بعد ذلك طبعا المؤشر حيكون بيكمل هنا، فالبرنت لاين حتطبع لي اللي هو 85 وحينزل المؤشر اللي هو تحت. في الأخير أنا بعمل عملية اللي هو كلوز للملف. طبعا عملية الكلوز للملف هنا ضرورية بالذات لما نتعامل مع اللي هو ملفات أنا بكتب عليها، حتى أتأكد إنه ما بصيرش عندي أي خلل في عملية اللي هو حفظ المعلومات.
طبعا هنا بنقول if this method is not invoked اللي هي الكلوز the data may not be saved properly in the file. يعني هاي نقطة كتير مهمة انه في عملية الرايت دايما لازم انا اتأكد ان انا اغلقت الملف بحيث انه يصير في عندي تأكيد انه الداتا اللي مولودة عندي في الميموري انتقلت للملف وتخزنت في داخل الملف بشكل صحيح. اذا هذا ملخص كيف انا ممكن اكتب معلومات على اللي هو ملف او في داخل ملف. اذا زي ما احنا شايفين نفس الفكرة، كل ما في الامر انه اصبح الاوبجكت اللي هو الاوتبوت بيربطني بدل ما يربط الميثودز اللي زي البرينت مع الشاشة كأنه بيربط الميثودز البرينت مع الملف اللي انا بتعامل معه. فهيك بصير بنفس فكرة اللي هو الكتابة على الشاشة انا ممكن اكتب في داخل الملف. في عنا هنا try with resources. طبعا هنا زي ما ذكرنا توا انه انا لازم استخدم اللي هو الكلوز ميثود على اساس ان انا اغلق الملف. بعض الاحيان ممكن اللي هو المبرمج ينسى يعمل العملية هذه، ففي عنا الجي دي كي 7 بتزودنا لي شغله بسموها try with resources. فالسنتكس لها بكون بالشكل هذا، try في عنا الاقواس هذه البارنثيسز، بعمل عملية declaration وcreation للresources، بعدين في الquery passes الموجودة عندي هنا بستخدم الresources اللي مع الملف. طبعا هاي ايش بتعمل عملية استخدامها؟ بعد ما يصير عملية declaration للresources وان انا استخدمها واكتب على الملف بتعمل عملية اللي هو اغلاق للملف بشكل تلقائي. يعني هاي فايدتها، يعني الان لو انا مع استخدامي للتراي لو ما استدعيتش اللي هو الميثود كلوز هتستدعى بشكل تلقائي وهتغلق الملف اللي انا بتعامل معه. اذا هنا الريسورسز must be declared and created in the same statement، يعني زي ما هنشوف كمان شوية multiple resources can be declared and created inside the balances. يعني هنا مش شرط يكون في عندي فقط resources واحدة، ممكن يكون أكثر من resource موجود في داخل هو البارنتس. خلينا نشوف كيف الأمر هذا ممكن نعمله. هاي البرنامج اللي توا احنا عملناه بنفس الطريقة، لكن هنا أنا أوجدت اللي هو الريسورس. شايفين هنا هاي فكرة إنه إيجاد الريسورس والديكليريشن إلا يكون في نفس الستيتمنت. هاي أنا أوجدت اللي هو برنت رايتر أوتبوت نيو، أوجدت اللي هو الأوبجكت هنا زي ما احنا شايفين. بعد ذلك أنا في خلال الكيوري براسز بكتب الجمل اللي انا عايزها. لاحظوا هنا انا ما استخدمتش اللي هو output.close في الحاله هذه. ليش؟ لانه اللي هو try statement عندي هنا بتعمل عمليه استدعاء للكلوز بشكل تلقائي حتى لو انا ما استخدمتهاش. اذا هذه فكره اللي هو try with resources. نيجي الان نتكلم عن اللي هو عمليه القراءه اللي هو الداتا باستخدام اللي هو السكانر كلاس. احنا اللي ذكرناه قبل شويه انا كيف ممكن اوجد ملف، كيف ممكن ان انا اكتب تكست داتا عليه باستخدام اللي هي البرنت ميثود، بعد ما ان انا اضبط الاوبجكت تاع الملف باسم الملف الموجود عندي او بأوبجكت من اللي هو الفايل كلاس. الان نيجي للعملية العكسية، يعني على اساس بس نفرق بين التنتين. عملية الرايت لما نتكلم احنا عملية الرايت معناته انا باخد الداتا من الميموري وبكتبها في الملف، هاي بنسميها عملية رايت. لما نتكلم عن عملية اللي هو الريد انا بقرأ الداتا من الملف وبنقلها على الميموري. فممكن نستخدم احنا السكانر في الحالة هذه، السكانر كلاس. طبعا السكانر كلاس احنا استخدمناه قبل هيك من خلال البرامج السابقة لما كنا نقرأ من الكيبورد لبريميتيف داتا تايب والامور هذه. طبعا السكانر بريكس الانبوت او بقسم الانبوت لما كنا نعطيه الى توكنز، وهذه التوكنز اللي بيفصل بينها عبارة عن اللي هو الوايت سبيس كاركتر. كل ما في الامر لما كنا اذا بتتذكروا لما كنا نستخدم احنا جمله اللي هو سكانر انبوت ده تساوي نيو سكانر كنا نحط له هنا سيستم دوت ان. ايش معنى سيستم دوت ان هنا؟ ان انا عايز يرتبط الاوبجكت اللي هو الانبوت مع اللي هو التشانل بتاعت السيستم بتاعت الانبوت اللي هي عباره عن في الحاله هذه كانت اللي هو الكيبورد. الا لو انا عايز
اربط الاوبجكت تبع الاسكانر اللي هو بيعمل عمليه اللي هو القراءه مع فايل، انا كل ما في الامر هستبدل اللي هو سيستم ان مع اوبجكت من اللي هو من اللي هو الفايل كلاس. اذا العمليه سهله عندي، معناته ما اختلفش عندي شيء كتير، فقط عمليه اللي هو التعريف او الكرييشن للاوبجكت تاع الانبوت، بدل ما اننا اربطه مع اللي هو السيستم دوت ان هربطه مع اللي هو اوبجكت من اللي هو الفايل كلاس. هاي عندنا اللي هو اليو ام ال دياجرام اللي هو السكانر كلاس. زي ما احنا شايفين في عندنا اللي هو الكونستراكتور بياخد اللي هو السورس عباره عن اللي هو اوبجكت من نوعيه الفايل. هنا ممكن يكون السورس عباره عن سترينج، طبعا هذا السترينج اللي هو بده يقرا او بده ينعمل له عمليه سكان في الحاله هذه. هنا عمليه اللي هو الكلوز هنا هاز نيكست، طبعا بتعمل ريتيرن ترو اذا كان السكانر لازال في مور داتا انه ممكن يقراها. هنا طبعا نيكست للسترينج بترجع لي اللي هو السترينج او التوكن لكن كسترينج. نيكست لاين طبعا بترجع لي برضه سترينج ولكن بتقرا اللي هو لاين كامل، او السيبريتور في الحاله هذه بيكون عباره عن اللي هو اللاين سيبريتور. هنا طبعا نيكست بايت والشورت والانتجر واللونج والفلوت والدبل. في شغله بدي اذكرها اللي هو زي ما ذكرت قبل شويه انه بالنسبه للديفولت الديليميتر اللي هو بيفصل الداتا عن بعض بالنسبه للسكانر يعتبر اللي هو الوايت سبيس كاركتر، طبعا ممكن عملية تغييره. هنا اللي هو مثال زي ما احنا شايفين هنا، بدي افترض في الحالة هذه انه في عندي ملف اسم الملف هذا scores.txt اللي احنا اوجدناه قبل شوية، وفي داتا الداتا هذا انا عايز طبعا اللي هو اقرأها. فلو فرضنا انه الملف بالشكل هذا يعني في سطرين زي ما احنا شايفين، في اللي هو الاسم جون فراغ تي فراغ سميث فراغ 90، في عندي ايضا اريك فراغ كي فراغ جونز فراغ 85. نفترض ان الملف طبعا تكست فايل في الحاله هذه وموجود عندي هنا مخزن، فانا عايز اقرا الداتا الموجوده فيه. في الحاله هذه انا بوجد اللي هو الاوبجكت عن طريق اللي هو الفايل كلاس وباربطه مع اللي هو اسم الملف الموجود عندي اللي هو scores.txt. طبعا بعد هيك بأوجد انا السكانر انبوت، بس لاحظوا هنا لما اوجدت اللي هو السكانر اوبجكت اللي هو الانبوت ريفرنس للاوبجكت تبعي، هنا استبدلنا بدل سيستم دوت ان وضعنا اللي هو الفايل اوبجكت الموجود عندي هنا، فاصبح الانبوت الان مربوط بالملف scores.txt. بعدين ممكن استخدم انا الوايل، طبعا هنا input dot has next، طبعا في الحالة هتفحص انه هل في لازال في عندي داتا ممكن اقرأها. لو رجعنا احنا للميثود has next زي ما ذكرنا طبعا الevaluation اللي عبارة عن boolean returns true if this scanner has more data، اذا كان في عندي لازال في ممكن داتا نحن نقرأها من المكان اللي نقرأ منه، وطبعا فولس اذا كان الداتا عندي انا انتهت، فمعناته هنا بدام في عندي داتا انا ممكن ان اقراها، فبتبدا تقراها او عمليه طبعا اللي هو السكانر بيبدا يقرا الداتا. فلاحظوا احنا طبعا بيقرا الى بدايه اللي هو الديليميتر زي ما ذكرنا الوايت سبيس، معناته حيقرا الكاركترز هذه الموجوده عندي الجي والاو والاتش والام. طبعا بما انها سترينج احنا استخدمنا اللي هو الانبوت دوت نيكست في الحاله هذه، وخزننا الريتيرن تاعتها عباره عن سترينج حتكون في اللي هو الفيرست نيم. بعد ذلك استخدمنا برضو النيكست على اساس نقرا اللي هو التي، وحيخزن برضو كسترينج في الام اي. نفس الفكره بالنسبه لسميث. بعد ذلك انا هنا اخذت اللي هو 90 قراتها كسكور، وبعد ذلك انا طبعت اللي هو الداتا هذه على اللي هو لاحظوا هنا استخدمت سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، معناته هنا الداتا حتنطبع عندي على الشاشه، وهذا ذكرته في بدايه ما بدينا في الموضوع. انا قلنا احنا اذا كنت بتقرا او اكتب على ملف مش معناته انه مش بقدرش استخدم الكيبورد والشاشه، لا ممكن استخدم انا الكيبورد والشاشه، وفي نفس الوقت برضه ممكن ان اقرا داتا من ملف واخزن داتا على ملف. طبعا هنا حتطبع الداتا اللي مخزنه عندي هنا على الشاشه، طبعا هنا بعد ذلك حتفحص مره ثانيه انه هل لا زال في عندنا داتا
نفس الفكرة، حتوقع داتا مرة تانية بعدين تنطبع على الشاشة. لاحظوا احنا طبيعة اللي هي المتغيرات الموجودة عندي هنا، ابتقاء سطر سطر، يعني مع انتهاء الاسكان هنا حيكون انا انهيت اللي هو السطر الاول. طبعا مع الهازنكس بتفحص انه في لازال عندي داتا، فبتقع السطر الثاني وهكذا. مع النهاية هنا وضعنا طبعا بعد ما خلصنا عملنا عملية اللي هو كلوز للملف الموجود عندي. فينا هنا للتذكير فقط جزئيتين احنا ذكرناهم قبل هيك، اللي هو موضوع الميثودز نيكست ونيكست لاين. طبعا التنتين بيقرأوا سترينجز، لكن الفرق انه نيكست بتقرأ اللي هو السترينج، وبتاخد بتتعامل مع انه ما يفصل كل سترينج عن الثاني اللي هو ديليميتر محدد، وهذا الديليميتر ممكن طبعا يتغير لو استخدمنا في عنا ميثود اسمها يوز ديليميتر، فانت ممكن انك يتغير اللي هو الديليميتر، لكن الديفولت يعتبر عبارة عن اللي هو السبيسز. طبعا اتذكر نيكست ما بتقرأ السبيس، لكن بتتوقف في القراءة عند السبيس هذا. بالنسبة للنيكست لاين طبعا بتقرأ لعند اللي هو اللاين اندينج، كمان لعند اللي هو اللاين سيبريتور في الحالة هذه. بالنسبة لنظام الويندوز اللاين سيبريتور يعتبر اللي هو السلاش ار سلاش ام، وبالنسبة لليونيكس اللي هو السلاش ام. طبعا هي بتقرأ اللي هو اللاين سيبريتور، لكن لما بتعمل ريتيرن ما بتعملش اللي هو ريتيرن ل اللي هو اللاين سيبريتور، يعني بترجع لي السترينج بدون اللي هو اللاين سيبريتور. فهي نقطتين لازم ناخد بالنا منهم. إذن التوكن بيزد انبوت ميثود داز نوت ريد ذا ديليميتر افتر ذا توكنز، هذا اللي ذكرنا بالنسبة للنكست. هنا بدنا ننتبه إذا استدعت اللي هو النكست لاين ميثود بعد اللي هو النكست، أو بشكل عام اللي هو التوكن بيزد انبوت ميثود، فالنكست لاين حتقرأ الديليميتر كجزء من اللي هو الستينج، او حتكون كبدايه للستينج، لانه احنا قلنا النكست تتوقف عند الديليميتر لكن ما بتقراوش، فهو بيضل في الانبوت بافر موجود. فالنكست لاين لو بده يقرا داتا بعدك حيبدا من اللي هو الديليميتر، فلو كان عندي الفراغ معناته حياخده كجزء من الانبوت تاعت اللي هو الستينج اللي بيقراه. فننتبه للجزئيه هذه. في عنا هنا مسألة اللي هي عملية اللي هو replacing text، يعني فرضنا انه في عندي انا ملف، هذا ملف فيه تكست معين عايزين نستبدله. يمكن معظمكم مارس العملية هذه من خلال برنامج الوورد لما تعمل replacement لتكست معين. فكيف ممكن احنا نعمل الشغلة هذه؟ الفكرة بدها تكون لما نعمل run البرنامج، هي اسم البرنامج، حيكون في عندي source file اللي هو الملف اللي احنا عايزين ناخد منه الداتا او نقرأ منه الداتا وعايزين نعملها ونعدل عليها. في عندي اللي هو التارجت فايل احنا عايزين نكتب عليه الداتا بعد التعديل. في عندي اللي هو الاولد سترينج اللي هو السترينج اللي انا عايز استبدله. في عندي اللي هو النيو سترينج. فمثلا لو كان عندنا الامر بالشكل هذا، هي جافا ريبليس تكست اسم الملف او البرنامج تبعي. في عندي انا الملف الاولاني اللي هو السورس فايل اسمه فورمات سترينج دوت جافا. في عندي اللي هو التارجت فايل اسمه t.txt. في عندي اللي هو السترينج بيلدر، هو عبارة عن الاولد سترينج، عايز استبدلها بسترينج بفر. يعني كل ما في الامر ان انا احقق المعلومات الموجودة عندي في الملف هذا، وحستبدل السترينج بيلدر باللي هو السترينج بفر، والناتج حنخزنه في t.txt. بس نعمل الشغلة هذه زي ما احنا شايفين هنا. هي عندي من خلال اللي هو المين ميثود، انا في البدايه فحصت اللي هو الارجومنت، لان احنا عندنا استخدمنا اللاين كوماند في الحاله هذه مع اربع ارجومنت لازم تكون. فاذا كانت الارجومنت عندي مش اربع، فمعناته انا حاطي رساله للمستخدم كيف يستخدم اللي هو البرنامج تبعي. بعد ذلك انا حاوجد اللي هو فايل اوبجكت زي ما احنا شايفين، حنربطه مع اللي هو الملف الاولاني اللي هو الارجومنت 0 اللي هو عبارة عن السورس فايل. طبعا اذا كان اللي هو الملف هذا اللي انا عايز اقرأ منه الداتا مش موجود، فحدد رسالة انه الملف هذا عندي انا مش موجود. نفس الفكرة حوجد اوبجكت تاني اللي هو للتارجت. في حالة انه الملف يكون موجود، فانا حاطي رسالة انه الملف already exist، لانه زي ما ذكرنا اللي هو لما بدي اعمل انا ملف اللي هو الاوتبوت
في الحالة هذه إذا كان الملف already موجود فبلغي أنا وبلغي الداتا كلها في حالة استخدمت الورد كونستراكتور تاع البرنت لايتر. فبعد ما عملنا الجزئية هذه أنا استخدمت شايفين لتراي هنا عملت creation ل أو declaration و creation للresources اللي أنا عايزة وذكرنا إحنا ممكن يكون عندي أكثر من resource في داخل هو البرانثيسي زي ما شفنا هنا أوجدنا الريسورس الأول اللي هو بيقرأ من السورس فايل وهنا أوجدنا الريسورس الثاني اللي هو حيكتب على اللي هو التارجت فايل. بعد ذلك زي ما احنا شايفين الوايل لوب بنبدأ نقرأ اللي هو الداتا من اللي هو السورس فايل. طبعا بنقرأ هنا سطر سطر ومنخزن السطر في داخل S1. بعد ذلك بستخدم اللي هو الميثود بتاعت replace all بحيث انها تستبدل اللي هو السترينج الموجود هنا الاول اذا كان موجود بالسترينج الثاني الموجود عندنا هنا. طبعا replace all احنا مرينا عليها قبل هيك وبخزن الناتج كله في اللي هو S2. بعد ذلك بكتب السترينج هذا S2 على اللي هو التارجت فايل الموجود عندي. طبعا عمليه القراءه والكتابه بتستمر الى ان ننتهي من قراءه الداتا الموجوده في السورس فايل، وبهيك بكون طبعا انتهى البرنامج عندي. بنفس الفكره اللي ذكرناها انا ممكن ايضا استخدم اللي هو السكانر كلاس بحيث ان انا اقرا داتا من ملف معين موجود من خلال طبعا اللي هو الانترنت او موجود على اللي هو كمبيوتر تاني من خلال شبكة معينة. الفكرة عندي بشكل بسيط، احنا عارفين طبيعة توصيل في الشبكات بتكون في عندي اللي هو الكلاينت اللي هو المستخدم بيستخدم الويب براوزر وبيستخدم اللي هو مجموعة من الابليكيشن. طبعا من خلال الانترنت بيقدر يتصل مع سيرفر معين، طبعا هذا السيرفر بيكون في عنا مجموعة من الملفات الموجودة عليه. فلو كنت انا حابب ان انا اقرأ ملف موجود على سيرفر معين طبعا ممكن باستخدام السكانر نعمل الامر هذا. خلينا نشوف كيف ممكن يتم هذا الامر. بداية لازم اوجد اللي هو اليو ار ال اوبجكت موجود عندي في اللي هو الجافا دوت نت دوت يو ار ال كلاس باستخدام طبعا عندي الكونستراكتور. فهي طبعا الكونستراكتور زي ما انتم شايفين اسمه يو ار ال بياخذ اللي هو سترينج كارجومنت، فممكن يستخدم بالطريقة هذه اللي هو try. طبعا URL هنا اسم الكلاس هنا اللي هو الريفرنس للأوبجكت، بعدين عدت له new هيستخدمت هنا اللي هو الكونستراكتور وضعت له هنا العنوان. طبعا دائما لازم نحط العنوان كامل ما ننساش، يعني لو اتجاهلنا مثلا ال HTTP أو النقطتين مع او بدينا العنوان بال www طبعا حيعتبر بالنسبه له العنوان هذا في خطا، فلازم نوضع العنوان كامل زي ما احنا شايفين. طبعا في حاله انك انت وضعت اللي هو العنوان في خطا في عندنا موضوع اللي هو الاكسبشن هاندلنج موجود عندنا هنا اللي هو malformed url exception. طبعا هذا الايرور او هذا الاوبجكت بنعمل عمليه اللي هو ثرون في حاله انه كان العنوان اللي عندي في خطا. اذا في الحاله هذه انا اوجدت اللي هو يو ار ال اوبجكت باستخدام اللي هو اليو ار ال كلاس. بعد هيك انا بستخدم اللي هو الاوبن ستريم ميثود عشان افتح اللي هو انبوت ستريم لليو ار ال اوبجكت، وبعد هيك طبعا بستخدم اللي هو الانبوت ستريم على اساس ان انا اوجد اللي هو السكانر اوبجكت، وبهيك بقدر اقرا اللي هو الداتا من اللي هو الملف اللي تحدد الموقع تبعه. خلينا نشوف كيف ممكن نستخدم هذا من خلال برنامج. البرنامج اللي امامنا هنا بيمكنني ان انا اقرا داتا من ملف، هذا الملف موجود في موقع معين، بعد ذلك بعرض او بحسب اللي هو السايز تبع الملف بالبايت، يعني كم بايت موجود فيه. خلينا نشوف كيف احنا ممكن نعمل الامر هذا. من خلال المين ميثود زي ما احنا شايفين اعطيت رساله للمستخدم انه داخل اللي هو اليو ار ال ادريس اللي هو العنوان تبع الملف وين يكون موجود. بعدين هنا استخدمت اللي هو السكانر على اساس اوجد اللي هو سكانر اوبجكت، ولكن هذا السكانر اوبجكت حيتعامل مع اللي هو السيستم من خلال السيستم ان، معناته انا بقرا داتا من خلال الكيبورد في الحالة هذه، فبكون دخلت اللي هو اليو ار ال
address. بعد ذلك أنا استخدمت الاطلاعي على أساس موضوع exception handling، حتى حاطين هنا زي ما أنتم شايفين في اللي هو two cases بالنسبة للexception handling. من خلال الاطلاعي أنا في البداية أوجدت اللي هو URL object، واستخدمت طبعا اللي هو string اللي احنا أو العنوان اللي احنا دخلناه. بعد ذلك أنا فطرت أنه عدد اللي هو البايتس الموجودة في الملف 0 كinitial value. بعد ذلك أوجدت scanner تاني أو scanner object تاني، هذا السكانر اللي هو حيقرأ داتا من خلال اللي هو URL address اللي احنا حنعطيله إياه، أو من الملف الموجود في URL address. بعدين باستخدام while loop بفحص إذا كان في لازال داتا موجودة للقراءة أو لا، وفي حالة ما يكون موجودة بقرأ الداتا هذه line line. طبعا بخزن اللاين هذا في داخل string، بعدين بحسب length تبع string أو size تبعه يعني كم character، وطبعا بناء عليه بضيف اللي هو العدد تاع الكاركترز الموجود عندي في string إلى اللي هو count. طبعا العملية تستمر إلى أنه ننتهي من عملية اللي هو قراءة الداتا الموجودة في الملف. بعد ذلك بأطبع اللي هو السايز للملف طبعا باللي هو الكاركترز. فهيك احنا ممكن يعني نقرأ داتا من خلال الملف. هذا الملف موجود في موقع محدد في اللي هو الشبكة العنكبوتية. فمثلا هنا لو وضعنا ربما اللي هو العنوان هذا زي ما انتم شايفين، ممكن يديني اللي هو الفايل سايز اللي هو 1469 كاركترز. لو جربت تستخدم مثلا yahoo.com حيعطيني اللي هو الفايل سايز الموجود عندي هنا. إذا هيك احنا استطعنا نستخدم اللي هو السكانر كلاس بحيث نقرأ داتا من الكيبورد، نقرأ داتا من الملفات، نقرأ داتا من ملفات موجودة في داخل اللي هو أو من خلال شبكة الإنترنت. في عندنا اللي هو الكيس ستادي الموجود هذا اللي هو ويب كراولر، انا بتركه لكم تقرأوه. وطبعا كويس انه نحاول نفهم اللي هو الكيس ستادي هذا، ارجو انكم تقرأوه وتشوفوا الكود الموجود فيه، واذا كان في اي مشكله ممكن تسألوا عنها. هيك بنكون احنا انتهينا من شابتر اللي هو 12 اللي هو الاكسبشن هاندلنج والانبوت اوتبوت. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.